ما معنى سؤالات جبريل؟ أحيانا يكون في عالم في المجلس وأنت تعرف الإجابة لكنك تسأل حتى يستفيد الحاضرون. فجبريل عليه السلام يعرف ما هي أركان الإيمان، ويعلم ما هي أركان الإسلام، ويعلم ما هي أشراط الساعة. ولما قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك سواء. لكنه أراد جبريل بهذه الطريقة أن يعلم الصحابة. والموقف في جملته لنا طلبة العلم طريق في قضية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. ورث العلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام خلق كثير، وسنعرج هنا عن بعض علماء الأمة الكبار الذين قد يصدق فيهم كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وأنا أريد بإيضاح لهذه المسألة أن يكون العالم يعنى بمسألة مهمة، وهي قضية كيف يربي الطلاب. فإن تربية الطلاب مسألة جليلة الأهمية، كل من طار قبل أن يريش يقع، كل من طار قبل أن يريش وقع. يقولون عن أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه أنه كان ذات يوم في مجلسه، وكان من تلاميذه أبو يوسف الذي أصبح بعد ذلك قاضي القضاء. كانت أم أبو يوسف قاضي القضاء، أبو يوسف نشأ يتيما، فأمه كانت تطلب منه أن يعمل عند رجل آخر، يعني يعمل مهنة صنعة ويأتيها بمال بدانق أو دانقين، يعني شيء يسير. فكانت المرأة إذا رأت ابنها في حلقة أبي حنيفة تعاقبه. فكان أبو يوسف يوم أن كان يتيما صغيرا يحتار يتردد ما بين العمل والمهنة التي تطلبها أمه، ما بين الجلوس بين يدي أبي حنيفة. هذا العالم الرباني أبو حنيفة كان ممن آتاه الله نورا يستشرف به المستقبل. فذات يوم جاءت أم أبي يوسف وضربت ابنها، فمنعها أبو حنيفة وقالت له المرأة محتجة إن ابني يكسب من صنعته كل يوم دانق أو دانقين. فقال لها أبو حنيفة والله إن ابنك يأكل الفلوذج بزيت الفستق، يأكل الفلوذج بزيت الفستق. هذا الفلوذج نوع من الحلوى لم يكن يومئذ يوجد إلا في بيوت الأثرياء، وبدهن أو بزيت الفستق، بدهن الفستق هذا ما يوجد إلا في بيت الخليفة. قالها أبو حنيفة فاغتاظت المرأة منه، قالت والله إنك رجل مجنون، ضيعت ابني اليتيم وحرمته من كسبه. مرت الأيام، لزم أبو يوسف حلقة أبي حنيفة حتى مات أبو حنيفة، وأصبح أبو يوسف بعد ذلك مكانه وتصدر ودانت له العلماء، وهو أحد من ورثوا علم نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما دانت له العلماء وأصبح ذائع الصيت كان قريبا من هارون الرشيد، فكان يدخل على هارون الرشيد في قصره. وذات يوم قدر لأبي يوسف أن يتعشى عند هارون الرشيد، فقدم له هارون قطعة من الحلوى وقال يا أبا يوسف كل، فهذا في اللوذج بدهن الفستق. فتبسم أبو يوسف فتعجب هارون من تبسمه، قال ما الذي يدفعك إلى هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، وحكى له القصة كيف أن أبا حنيفة وهو طفل صغير قال لأمه إن ابنك يأكل الفلوذج بدهن الفستق. فتحققت نبوءة، إن صح التعبير كلمة مجازية هنا، فتحققت نبوءة أبي حنيفة في أبي يوسف أنه أصبح وارثا للعلم قائما به بين الناس، حتى أصبح الخلفاء يجلونه ويقدرونه ويقدمون له الطعام. فقال هارون معلقا لقد كان أبو حنيفة يرى بعيني عقله ما لا يراه الناس بعيني رؤوسهم. هذا مثل نضربه على أحد ممن ورثوا علم نبينا صلى الله عليه وسلم في قضية أنه يصبر طلابه على العلم ويكتب أو يقول لهم ما يمنيهم ويجعلهم يصون العلم، وأنه به تعلى منازل الدرجات. وإن كنا نجزم أنه لم يكن مقصود أبي حنيفة أن يكون أبا يوسف دنيويا، ولم يكن أبو يوسف كذلك، لكنها قضية في قضية مفهوم كلمة الطلب.
كذلك مما يعين على أن يصل الإنسان إلى منزلة عليا في العلم أن يخدم الإنسان من هو أعلم منه. وقد قدر ليحيى بن يحيى رحمه الله تعالى أن يصحب الليث بن سعد، وكان الليث بن سعد يوما على بغلته في المدينة، فجاء يحيى بن يحيى والليث لا يعرفه وهو يومئذ غلام، فأخذ يسوق البغلة للليث، فرق له الليث وأعجب بصنيعه هذا، فقال: يا غلام، خدمك العلم دعوة من عالم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالها مضت الدنيا بقدر الله بيحيى بن يحيى رحمه الله، حتى عاد إلى الأندلس وأصبح إماما ومفتيا بها، ويدخل على الخليفة والأمير متى شاء. فتحققت فيه دعوة الليث بن سعد رحمة الله تعالى عليهما. فصحبة العلماء تعطي نوعا من البركة على الإنسان ينالها، ويشعر من أسباب التوفيق ما يناله. نعود للفظ شوقي: يا أيها الأمي. كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، هذه منقبة في حقه ومذمة في غيره، فلا يأتي أحد يمتنع عن القراءة والكتابة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ، لكن هذه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم منقبة، حتى يقطع الله جل وعلا على أهل الإشراك ذمهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم الأمة علماؤها كلهم في ميزان حسناته صلوات الله وسلامه عليه. فمن نهرك العذب يا خير الورى اغترف، كلهم أخذوا عنه صلوات الله وسلامه عليه، من الصديق والفاروق وعثمان وعلي وغيرهم من الأصحاب إلى يومنا هذا. فالناس تنهل، العلماء ينهلون من معين علمه وجميل سنته صلوات الله وسلامه عليه. على أن السنة تحتاج إلى رجل يحسن التدبر، وأن يعلم أن الدين لا يجمع ما بين متناقضين ولا يفرق ما بين متماثلين. فالنظر إلى السنة والتأمل والتدبر إذا قدر للإنسان أن يعلم يقل إنكاره. من كثر علمه قل إنكاره. لماذا يقل إنكاره؟ لأنه يعرف للمسألة أكثر من وجه. وسأتي بمثال حي من حياة الناس الآن. لو قدر أنك زرت أخا لك في بلدة، ثم إنك أحد الذين استقبلوك في المطار أخذك بسيارته وأوصلك إلى بيت أخيك، فأنت من خلال تتبعك لهذا الذي معك عرفت الطريق إلى بيت أخيك في هذه البلدة التي أنت غريب عنها، لكنك لا تعرف طريقا غيرها. فلو قدر أنك أتيت مرة أخرى إلى نفس البلدة وأخذك شخص آخر غير الأول، وهو يعرف طريقا أقرب من طريق الذي كان قد أوصلك سابقا، فعندما تراه يحيد عن الطريق الأول تجد نفسك جبلة تنكر عليه. لماذا تنكر عليه؟ لأنك لا تعلم طريقا غيره. أما هو فكان واثقا من نفسه على بينة من أمره، يعرف طريقا أو أكثر يدل على بيت أخيك. فلماذا كثر إنكارك؟ لأن علمك قليل. لكن لو كنت تعلم طرائق متعددة توصل إلى بيت أخيك ما كان لك ولا عليك أن تنكر على من أوصلك. ولهذا من يعرف السنة حقا ويستطيع الجمع بين الأحاديث وأوتي علما وحفظا تجده ذا سكينة ووقار، لا يبادر إلى أي شيء ينكره، اللهم إلا المنكرات المعروفة التي لا خلاف بين المسلمين فيها. لكن في أصله العام يبقى الرجل ذا تؤدة، لأنه أبصر بالسنة وأعلم بالهدي ويملك نظرة واسعة في الجمع بين الأحاديث. وتلك منزلة ينال بها الإنسان رفيع الدرجات وعالم وصل إليه العلماء. وكلنا في جملة الأمر نسير بهدى الله مغترفون من هدي وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تهيأ إراده معلقين به على قول شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.